تونسي ولا تونسية وتلوج على ماكلة بنينة موجودة في قطر، تبعني لاخر الفيديو باش نوريك اعز ماكلة تنجم تاكل. نبداو بالشفاتي يا بابا، وشكون ما يحبش الشفاتي؟ موجود لهنا وبسوم عالم زاد. وما نحكي لكش على بنة الساندويتش طابونة هذايا سكالوب، حاجة تعمل 66 كيلو. الباجيت فاكسي زادة مزيانة ياسر وبنينة ياسر في البلاصة هذايا. سباجيتي بالدجاج زادة عليها شوية فروماج. وأحباء الجلبانة يجاو بحذانا، عنا جلبانة روعة. سلطة خضر وكفتاجي محرحر تلقاه زادة موجود. ولا عاد كان ما عندناش كسكسي شنو نعملوا بالرواح؟ ذوق وجاوبني في لي كومونتير وقول لي شقوا. لا عاد البيزا باش نذوق، أنا هكا ما نجمش نتحمل. بالتن هذه لازم تجربها زاد. حتى البيزا البيبيروني ما عندك ما تقول فيها. الماكلة بنينة والأسعار عالمية على الأخر ورخيصة. خويا عم عليك كان تجي الأيانديتش فود كورت موجود في أنصار جاليري فرع بروة. ملمومين كل اعتصام، هنبدينا بيك العام. أين أنت يا عصام؟